اللهم يا ربنا، يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا ناصر كل مظلوم، ويا مأمن كل خائف، يسر علينا كل عسير، واقض حوائجنا، وأصلح شؤوننا. يا رب، نسألك أن تؤوينا إلى شديد ركنك، وأن تحوينا في أكناف عصمتك برأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، واصرف عني شر ما قضيت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إني نستعينك ونستهديك، ونستغفرك ونأمن بك ونتوكل عليك يا رب. هل تعلم أن صلاتك على رسول الله عليه الصلاة والسلام ستكون سبباً لأن يعرض اسمك أنت بين يديه عليه الصلاة والسلام؟ فأكثر من الصلاة والسلام عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت، ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما أعطيت، ولك الشكر على ما قضيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا، ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا.